معانا الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزة. تحياتي ليك يا استاذ علاء. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدين قناه النادي الاهلي الكرام، اهلا وسهلا بيك. وعلى مهلك شويه يعني شايفك منفعل شويه، بس يعني بالفعل انت معاك حق في كل حاجه كابتن اسامه. والله احنا فعلا في مشهد هزلي وعبثي بشكل كبير جدا، بنتكلم على قضيه البعض بيتعمد يخليها مفتوحه، وللاسف الشديد في الكثير من الناس دايما بيحاولوا يخلوا النادي الاهلي سبحان الله يعني يخلوا النادي الاهلي دايما في موقف دفاع، يعني عايزين يزنوا النادي الاهلي دايما بقضايا وقصص وحواديت فارغه وبايخه لكن الحمد لله جه رد من الجهه السياديه صندوق تحيا مصر، رد يعني يخرس كل الالسنه ويكذب كل الشائعات. يعني والله فعلا يعني يمكن دلوقتي انا بكلم حضرتك افتكرت السيده ام كلثوم وهي بتقول كفاوني الكلام عند التحدي. يعني اعتقد يعني الرد صندوق تحيا مصر ده يغني النادي الاهلي ويغني كابتن محمود الخطيب ويغني مجلس اداره النادي الاهلي عن الرد عن اي 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 هزل او اي عبث او اي محاولات. لكن القضيه كابتن اسامه فعلا يعني المتابع الجيد القضيه دي من 2018 انها تفضل مستمره لحد دلوقتي معناه ان دي خطه ممنهجه فعلا. يعني الناس دايما او البعض دايما بيحاول يفضل يصدر ازمات النادي الاهلي، هي دي المشكله الحقيقيه كابتن اسامه. يعني البعض لما بيكون عندهم فراغ يعني عندهم وقت فراغ ومش لاقيين حاجه يعملوا فيها يصدروا لك مشكله وهميه، وده حصلت قبل كده كابتن اسامه. يعني القضيه دي شفناها بس النهارده لما يبقى نيابه الاموال العامه ودي من اكبر الجهات الرقابيه الموجوده في مصر شهاده للتاريخ من المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، مش ده يكفي ولا لسه محتاجين؟ كابتن اسامه والله العظيم والله العظيم عمر جمهور النادي الاهلي ما كان منتظر رد من اي جهه حقيقة رسميه. جمهور النادي الاهلي عارف ان القضيه دي قضيه عبثيه وعارف ان دي قضيه مستهلكه وقضيه لاستهلاك الوقت، وعارفين من اول ما النادي الاهلي خاطب الجهه الاداريه وقتها والجهه الاداريه جت وعملت بيان واثنين وثلاثه. يا كابتن اسامه دلوقتي وانت انت معانا على التليفون يا استاذ علاء ليك وانت بتكتب على صفحتك الرسميه او الشخصيه الصندوق رد يحيى الاهلي وتحيا مصر. بالفعل كابتن اسامه انا قلت دي ان هو صندوق تحيا مصر، فانا كنت عايز اقول ان الصندوق رد يعني يعني الادي اللي انتوا عاملين تكلموا صندوق تحيا مصر، ادي الصندوق بنفسه هو اللي رد عليكم اهو. وطبعا هو صندوق تحيا مصر فكانت يحيى الاهلي وتحيا مصر، يعني علشان عايز اقول الشفافيه، ادي الشفافيه، ادي الدوله لما تحب ترد على 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 على, على اكاذيب وخزعبلات واتهامات باطله لكن انا الحمد لله كابتن اسامه يعني انا اعتقد يعني كل جماهير النادي الاهلي ما كانتش بحاجه للرد لحد كل جمهور النادي الاهلي عارف مين هو الكابتن محمود الخطيب، عارفين القضيه دي اتحسمت وقتلت بحثا وقتلت ردا من سنين طويله جدا، وحضرتك انت دلوقتي فنت كل القصه من اولها لاخرها بالمستندات الرسميه. لكن يا كابتن اسامه والله العظيم القضيه اكبر من كده، هي القضيه انك انت ازاي البعض بيحاول يصدر ازمات للنادي الاهلي عماله بطال. يا كابتن اسامه احنا لما نشاط الرياضه توقف في العالم كله بفعل كورونا، والنادي الاهلي كان الوحيد في مصر، النادي الوحيد اللي كان بيبحث عن عوده النشاط لانقاذ الملايين من اللاعبين والاداريين والمسؤولين، النشاط ما يموتش في مصر ويرجع النشاط الرياضي. كان النادي الاهلي كان بيحارب لوحده، بيصدروا لك هم ساعتها لما كان عندهم وقت فراغ ومش لاقيين حاجه يتكلموا فيها ومش عارفين يعملوا اي حاجه، طلعوا لك قضيه نادي القرن تاني، القضيه اللي قدرت بحث من 99. يعني تخيل لما يطلع لك وقال لك هنروح للفيفا وهنعمل مش عارف تشكيل لجنه وخبراء من الفيفا وجبنا مش عارف شكلنا لجنه من خبراء اللوائح الرياضيه في مصر ومش عارف ترجمه الشكوى بلغات مش عارف برتغالي ومصري وعربي وانجليزي وفرنساوي وشغلونا سنين بالقطريه. هل حصل حاجه؟ مفيش اي حاجه حصلت. انا بقول لك يا كابتن اسامه هي الفراغ، هم الناس بتعاني من الفراغ وكره لمسيره النادي الاهلي مش قادرين هو كره للناجح هو كره للنجاح طبعا. كابتن اسامه طالما في انسان مش قادر يوصل لك لازم يحاربك، طالما انت هو مش قادر يوصل لك. طب شايف موقف النادي الاهلي ازاي يا استاذ علاء من سنه ونص من 10 مارس 2021 ولم يتحدث اي مسؤول في النادي الاهلي ولا الكابتن محمود الخطيب الى ان بعدها بسنه ونص يعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر عن كافه التفاصيل كلها؟ طبعا دي اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ يا كابتن اسامه، شفنا ياما النادي الاهلي مرت عليه
قصص هزليه كثيره زي القصه اللي احنا عايشينها دلوقتي او اللي انتهت بالفعل، وما انا عارف هي انتهت عند الناس كلها من زمان، لكن مش هتنتهي عند الناس الاخرين اللي هم عايزين يفضلوا يشغلوا الراي العام او يشغلوا الناس او يشغلوا اي حد بقصص وهميه عشان خاطر يعملوا حاجات ثانيه او يخفوا صفقات ثانيه. فانا بقول لك يا كابتن اسامه، ده موقف اداره النادي الاهلي على مدار تاريخه، ازمات كثيره جدا، دي مش اول ازمه يمر بها النادي الاهلي، النادي الاهلي مر بازمات كثيره جدا، وكان دايما شعار النادي الاهلي الالتزام الصمت يعني، وينتظر ان الجهات الرسميه هي اللي ترد، سواء كان الاتحاد الدولي لما حتى في قضيه اقصى انديه العالم تتويجا بالالقاب، النادي الاهلي اعلن هو اقصى انديه العالم تتويجا، وشفنا بعد كده انديه العالم كلها بتعمل بيانات ضد النادي الاهلي وبتحاول تقول النادي الاهلي مش هو نادي القرن، شفنا نادي برشلونه وشفنا اليوفنتوس وشفنا انتر ميلان وشفنا كتير جدا، لحد ما النادي الاهلي ما كانش بيعلق عليهم، ما كانش عايز يخش معاهم في مهاترات، لحد ما الاتحاد الدولي اعلن بيان، وبعد كده الاتحاد الافريقي اعلن بيان، والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في بيان مشترك اعلنوا ترتيب النادي الاهلي اكثر انديه العالم تتويجا بالالقاب. انا اقصد ان النادي الاهلي دايما وابدا دايما وابدا بيدافع عن حقوقه في صمت وهدوء واحترام الى ان يتم انصافه من الجهات الرسميه. فانا عشان كده بقول لك النادي الاهلي دايما يعني شعاره دايما كفاون الكلام ده تحدي، يعني الجهات الرسميه بتغني النادي الاهلي عن الدخول في مهاترات، دي مهاترات يا كابتن اسامه، والناس عارفه اغراضها وعارفه اسبابها وعارفه دوافعها. هو كل القصه كرها لنجاحات الكابتن محمود الخطيب وشعبيه الكابتن محمود الخطيب وصوت الكابتن محمود الخطيب ودعم جمهور النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب، عشان كده حتى تلاقي الراجل او اللي بيحاول يصدق الازمه دايما بيحاول يخاطب او يلعب على وتر جمهور النادي الاهلي. وده انا بضم صوت لصوتك يا استاذ علاء، وكمان رساله الجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، خلونا نركز مع نادينا، خلونا نركز في فرقتنا مع مديرنا الفني مع لاعبتنا، وندعم علشان ان شاء الله نقدر نحصد كل البطولات اللي جايه خلال الفتره اللي جايه. فرصه النهارده وانت موجود معانا، هو ده مربط الفرس يا كابتن اسامه، هو ده فعلا 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 هو ده مربط الفرس زي ما حضرتك بتقول. احنا مش لازم نشغل بالقضايا دي، خلاص دي قضايا احنا عارفين ليه بتطلع وعارفين اهدافها حقيقة. اهدافها الغير صحيه والغير سليمه والاهداف الخبيثه اللي تطلع من وراء الحملات دي، وفعلا للاسف الشديد وطبيعي جدا ان الجمهور الاهلي يشغل بقضايا طبعا بتمس النادي ناديها وبتمس رمزها الكبير كابتن محمود الخطيب، بالطبيعي ان الجمهور الاهلي ينشغل، لكن جمهور النادي الاهلي بينشغل في الدفاع، لكن ما بينشغلش في دخول المواطنات، لان جمهور النادي الاهلي من الوهله الاولى هو عارف ايه الهدف من الاشغال القضيه دي، عارف ان دي قضيه عباسيه الهدف منها تشويه الرمز بتاعهم، تشويه سمعه ناديهم. فجمهور النادي الاهلي انا بقف معاك في النقطه دي، جمهور النادي الاهلي عايزه يعني يتوقف بدل الصندوق رد يا استاذ علاء زي ما انت قلت، يبقى يحيى تحيا مصر ويحيى النادي الاهلي ويحيى محمود الخطيب. عايز فرصه وحضرتك موجود معانا اسالك بقى عن مارسيل كولر، اسالك عن الصفقات الجديده للنادي الاهلي. النادي الاهلي فيه تركيز كبير خلال الفتره دي، استعداد مهم جدا للموسم الجديد، شايف الشكل العام ازاي ان شاء الله؟ لا اتحرك شويه عشان الصوت بس بيقطع. طب ارجعوا لنا تاني للاستاذ علاء عزت، ارجعوا لنا للاستاذ علاء عزت تاني لو سمحتوا. مداخله مهمه وانا بقول وبضم صوت الاستاذ علاء، الهدف من الناحيه الثانيه هو الهاء النادي الاهلي، نتكلم في قضايا فرعيه، مواضيع قتلت بحثا، خلاص في شهادات وفي براءات وفي اقاويل للتاريخ موجوده، ما ينفعش ايا كان الشخص يقدر يزيف التاريخ. لما نتكلم عن نيابه الاموال العامه ودي من اكبر الجهات الرقابيه الموجوده في مصر، وتبرئ مجلس اداره النادي الاهلي لما يكون المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر ويقول ان كل الاموال وكل التبرعات العينيه ردت من 10 مارس 2021 والموضوع اتقفل، يبقى دي شهاده التاريخ. وبقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره، اسطوره كبيره جدا، مش محتاجه كمان لشهادات ولا ردود، ان تاريخه تاريخه نزيه وتاريخه كل الناس عارفاه. مره تانية يا استاذ علاء، الصفقات الجديده مارسيل كولر، شاف الموسم الجديد للنادي الاهلي بعد التدعيمات المهمه ازاي؟ اكيد طبعا النادي الاهلي الحمد لله وفق ان هو يدعم الفريق بشكل مرضي لحد كبير. مش هو ده كل اللي يعني بصراحه مش هو ده كل مكان يرضي غروب جمهور النادي الاهلي، لكن لسه في وقت يعني. انا شايف ان ملف الصفقات ما مش هيتقفل دلوقتي، احنا لسه عندنا هو وانا باكد على كلامك، لسه ملف الصفقات ما اتقفلش لحد يوم 10 10، وانا واثق النادي الاهلي هيدعم بس بهدوء شديد جدا.
النادي الاهلي بيعمل في صمت، وانا مبسوط جدا ان 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 العجله دارت حتى قبل موسم الصفقات ما ينتهي. يعني الجهاز الفني النادي الاهلي ما استناش نهايه الموسم الصفقات عشان يبدا فتره الاعداد، لا هو خلاص الحمد لله الحمد لله ان اهم صفقه عوده النجوم الكبار في النادي الاهلي. انا عن نفسي شخصيا سعيد جدا جدا بعوده النجوم الكبار في النادي الاهلي اللي حالتهم الصحيه مره ثانيه الحمد لله كلهم شفوا الراحه السلبيه تماما. كانت مهمه جدا. اكرم توفيق رجع، ده صفقه، ده في حد ذاته عوده اكرم توفيق ده انا بعتبرها صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي بعد غياب تقريبا من شهر يناير او شهر فبراير اللي فات. انا بعتبر عودته دي صفقه مهمه جدا، عوده محمد شريف، عوده السولية، عوده اليو ديانج، عوده الناس دي كلها، الراحه الكبيره اللي خدوها دي ان شاء الله باذن الله انا واثق ان النادي الاهلي هيرجع بشكل كبير جدا وهيرجع بشكل مميز جدا. كمان سعيد جدا جدا ان العجله دارت بسرعه، الجهاز الفني مش زي باقي، مش في بعض الانديه لسه منتظرين يبداوا بعد ما موسم بعد غلق باب الكويت، لا النادي الاهلي بدا بدري والحمد لله. كمان النادي الاهلي هيلعب 3 مباريات وديه وده مهم جدا مع انديه كلها مميزه، بتروجيت، اسوان، طلائع الجيش، مباريات قويه جدا، مباريات مهمه جدا وفرصه كويسه جدا للجهاز الفني ان هو يروح يشوف اللعيبه الجديده، كولر يتعرف على. طبعا انا كنت اتمنى ان يكون في فرصه لاقامه معسكر خارجي، اذا كان هيبقى شيء رائع جدا لكولر ان هو يتقرب قوي من اللعيبه بشكل افضل، يتقرب منهم، يعرف كمان حتى حياتهم الشخصيه، يقرب منهم على المستوى الانساني. لكن قدر الله ما شاء فعل، لسه ان شاء الله باذن الله فرصه المعسكر قايمه في التوقف اثناء كاس العالم. لكن انا سعيد ان النادي الاهلي ابتدى العجله راجعه بقوه، اللعيبه كلهم رجعوا، الكبار راجعين، اللعيبه الصفقات الجديده ما شاء الله عليهم كلهم. شايف مواجهه اتحاد منستيري التونسي، النادي الاهلي يفتتح مواجهاته في الموسم الجديد مع اتحاد منستيري وهي فرقه محترمه قدرت تكسب جدا 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 3 على ملعبها، شايف المواجهه ازاي؟ طبعا يعني مش عايز اقول ان من سوء حظ النادي الاهلي نبتدي مع شمال افريقيا، انت عارف دايما بنحب مواجهات شمال افريقيا تكون متاخره شويه سواء مرحله دور المجموعات، ادوار اقصائيه، ادوار نهائيه، لكن البدايه لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني انا شايف ان هي بدايه كويسه جدا حتى كمان عشان جمهور النادي الاهلي يطمئن على فرقته بشكل كويس جدا، ما تكونش البدايه مع فريق متواضع او فريق مغمور. فلما النادي الاهلي حقق فيها انتصار البعض يقلل من هذا الانتصار، لا لما يكون فريق بحجم اتحاد المنستيري هو اول مره بيشارك في حياته في دوري ابطال افريقيا، لكن ده ما يعنيش ان هو فريق مغمور، لا بالعكس ده فريق كويس جدا. الفوز اللي عمله في مباراه الاياب 3-0 دي كانت نتيجه كبيره جدا، كانت يعني غير متوقعه، يعني انا عن نفسي توقعت ان ممكن المباراه توصل لضربات ترجيح، يفوز بصعوبه 2-0، لكن الاداء والعرض وما كتب عن المباراه دي في الصحافه التونسيه وانا تابعته باهتمام بيقول ان اتحاد المنستيري فريق قوي جدا حقيقة. وطبعا ده فريق يمتلك جماهيريه كبيره جدا وفريق يمتلك تاريخ كويس جدا. فانا كمان يعني اذا ما كانش الاهلي محظوظ، لكن انا شايف انه محظوظ انه تكون بدايته قويه علشان خاطر جمهور النادي الاهلي من اول مباراه باذن الله رسميه للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يطمئن على فرقته قدام منافس كبير جدا في بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي، دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي هو اسياد البطوله دي على طول ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الصحفي الكبير الاستاذ علاء عزت، اتكلمنا معاه في كل المواضيع عن كولر وعن لاعبي النادي الاهلي الجداد وايضا عن صندوق تحيا مصر والتبرعات والاموال. هقفل الموضوع ده بآية قرآنية في سورة النور، وربنا انزلها في سورة النور علشان سورة النور هي نور لكل مظلوم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. كل واحد بيحب ان تشيع الفاحشة في الناس بالاكاذيب وبالأقوال وبالشائعات عذابه هيشوفه في الدنيا قبل الآخرة حتى يكون عبرة للناس جميعا. نروح لفاصل وبعد الفاصل هنتكلم عن فرقة النادي الأهلي والتدعيمات والمعنويات الكبيرة خلال الفترة اللي جاية، ولكن